الأمور الشعبوية، لأنه بالمنطقة هني بيعرفوا اليوم أنه أي تغيير بالحاكمية من دون ما يكون في وفاق حقيقي على اسم بديل يؤمن تسوية معينة للتعاطي بالملف المالي والنقدي، حناخد البلد لأزمة نقدية ومالية أخطر من إحنا واجدين فيها اليوم. وأنا كنت قلت شغلي بوضوح وحتى أكون واضحين ومن دون ما نكون نحن بمعرض دفاع عن أحد، إلا أن الواقع بيقول على مر 3 سنوات وأكثر فقط المصرف المركزي من يحاول أن يجتزئ الحلول لمواد تثبيت سعر الصرف بتخفيض سعر الصرف أو ضبطه، أحيانا موضوع رواتب الموظفين بالقطاع العام على منصة صيرفة ولا بنحكي عنها بعد شوي بالنسبة للقطاع العام وغيرها من تعميم 161 و158 وإلى آخره. المصرف المركزي والحاكم مصرف لبنان تحديدا أخر الانهيار، قلت لك هذا ما أزعج الفرنسيين وبعض القوى الداخلية اللبنانية بكل صراحة. تأخير هذا الانهيار كان عكس مصلحة ما يريده بعض القوى الداخلية والخارجية. داخليا في بعض الفرقاء السياسيين بهمهم الانهيار المالي والاقتصادي التام والمطلق وبسرعة لحتى يبنوا عليها أمجاد سياسية بمكان ما، أو لا يستغلوها طائفيا ومذهبيا بمكان آخر إذا الأمور فلتت بالشارع وغيرها، لحتى يرجعوا يعيدوا نوع من القوة السياسية اللي فقدوها بالمرحلة الماضية. أما خارجيا اليوم فرنسا، ما حدا سأل حاله سؤال شو بدها فرنسا من لبنان اليوم؟ هذه فكرة أمنا الحنوني وغيرها، مع كل الاحترام للدولة الفرنسية وغيرها، إلا أنه اليوم فرنسا عندها أطماع بلبنان. أول أمر موضوع المرفأ، أمر الثاني موضوع النفط والغاز، والأمر الثالث أيضا موضوع القطاع المصرفي. قد يكون هناك يعني في معلومات بتقول إنه الفرنسيين يمكن يكون حابين يجي ناس قراب منهم للقطاع المصرفي اللبناني بالمرحلة اللي جاية. يعني على الحاكمية ولا فتح بنوك جديدة مثل ما يحكى؟ طبعا هني هو مدخل كل هذه الأمور يبدأ بالحاكمية. لما صار في أنت استهداف للحاكمية واللي كنا نشوفه بالفترة الماضية اللي هو على فكرة كتير تبي بمنطق كان الدولار 42,000 لما جاء الوفد القضاء الأوروبي فلتت الأمور بالقضاء وبين أحد القاضيين على موضوع المرفأ وغيره، وشفنا ضغط مهول على الليرة بالسوق، شفنا كان مقصود وصل الدولار لأسعار 140-145 ألف. تدخل مصرف لبنان بإجراء معين، طبعا هو لنسبة لفترة محددة، وقدر ينزل الدولار تحت 100 ألف ويعمل نوع من الاستقرار. هلأ بنحكي عنها بفقرة الدولار، بس الفكرة الأساسية اللي بدي أوصل لها أنه اليوم إيه الفرنسيين يريدون الانهيار بلبنان، يسرعوا الانهيار بلبنان، استهداف شخصية الحاكم بشكل بكل أنواع التهم، وعم بحاولوا كمان بعض القوى الداخلية عن غير وجه حق أن يقولوا للشعب اللبناني أنه هذه أزمتنا على خلال 35 سنة، مسؤول عنا شخص واحد، هذا المسؤول عنا هو اللي دمر، هو الأخذ مصرياتكم، هو اللي دمر الاقتصاد، وعم بحاولوا يلعبوا على مشاعر الناس لينسوها أنه في 74 مليار دولار صرفتها هذه القوى السياسية بوزاراتها من خلال إما مشاريع فاشلة وإما هدر وفساد. كانت هذه الأموال تروح من أموال المودعين طارة أو من خزينة الدولة طارة أخرى. ولكن مصرف لبنان مسؤول عن هذا. طبعاً مصرف لبنان ليس مسؤول عن هذه الأموال. مصرف لبنان هو مسؤول عن السياسة النقدية بالبلد. بالقانون، عشان في كتير ناس ما بتعرف، المصرف المركزي أو حاكم مصرف لبنان ما بيقدر يصدر تعميم بدون موافقة الحكومة، رئيس الحكومة ووزير المالية مثلاً. فبالتالي اليوم حاكم مصرف لبنان كان عم بينفذ قانون اللبناني، قانون النقد والتسليف اللبناني. أنا ما عم دافع عن حاكم مصرف لبنان، أكيد في أخطاء للسياسة النقدية بمكان ما، وإلا ما كنا وصلنا اللي وصلنا له هلأ، بس إنه نحن نحمل بس مصرف لبنان أو حاكم مصرف لبنان كل الأزمة النقدية والمالية والاقتصادية غير منطقية. ولأني أنا اقتصادي بدي أحط قدامي خلق كم رقم قدام السادة المشاهدين. اليوم الفجوة المالية تقدر بالحد الأدنى 74 مليار دولار. هذول 74 مليار دولار صرفوا على وزارة الطاقة بنسبة كتير كبيرة، وعلى البنى التحتية الخاطئة، وصرفوا بقطاع الاتصالات بشكل خاطئ، وصرفوا أيضا بعدة مجالات إلى علاقة بموضوع استيراد وتصدير وغيرها. كلهم كانت تاخذهم الوزارات من وين؟ من إما خزينة الدولة وإما دائما من المصرف المركزي. وليش كان المصرف المركزي يدين الدولة اللبنانية؟ لأنه وفقا للمادة 113 من قانون النقد والتسليف، الدولة هي المسؤولة عن خسائر مصرف لبنان. يعني المصرف المركزي ملزم في بعض الأحيان تدين الدولة اللي هي ملزمة ترد له الأموال فيما بعد. كلنا نعرف القصة اللي لها علاقة بالمصارف والمودعين والأموال كيف اجت. أنا اللي بدي أقوله هون بهيدي النقطة إنه هلأ عم ينحكى وعم يحاول بعض، يعني للأسف بعض القوى السياسية وبعض الأشخاص يهم الشعب اللبناني. إذا نحن هلأ نحن عنا موضوع فوري مثلا، هلأ بغض النظر هي شركة تاخد كوميشن على تحويل الأموال لبرا، وبغض النظر زي شرعية أو بالشرعية، وهذا له نقاش قانوني كتير كبير، في عم ينحكى على مبلغ بين 200 ل 300 مليون دولار على مدة تقريبا 20-25 سنة. أنا بقول لك في عنا فجوة 74 مليار دولار، هل يعقل
في عاقل بده يلاقي حل للبلد، بيجي بيحاول يهم الشعب اللبناني انه هول 200-300 مليون دولار اللي هن كوميشن على تحويل اموال هن سبب ازمه لبنان الاقتصاديه والماليه، وهن سبب ضياع اموال المودعين، واذا احنا جبناهم هلا رح يرجعوا اموال المودعين مثل ما بيحكي البعض، وعلما حتى لو هول 200-300 مليون دولار اثبت انه في فيهم ايدين. هلا حنحكي بالتحقيقات، حعطيكي معلومات عن التحقيق بعد شوي. بدي اسال عن الموضوع حاحكي عنه. حتى لو ثبت انه هدي هن يعني خرجوا لتبييض اموال بتاخذهم الحكومه الفرنسيه او بتاخذهم الدول الاوروبيه، وعلى كل حال عم يحاولوا، ولبنان ما بياخذ منهم شيء، نحن كملنا هذا الامر. اذا كان حقيقي يكون القضاء اللبناني هو المختص بهذا الموضوع لحتى فعلا نجيب مبلغ. ولكن تعال نحكي بال 74 مليار دولار الاخرين. اليوم 74 مليار دولار الاخرين هن مدخل الحل اليوم. ايه طبعا في قوى سياسيه بتسميها سلطه بتسميها دوله، عشان ما اختلف التسميه مع بعض الاصدقاء الاعلاميين والاقتصاديين، الا انه هن هودي هذه قوى سياسيه المسؤوله عن السياسات الماليه والنقديه والاقتصاديه بيتحملوا الجزء الاساسي بانهيار البلد. انا اجي احاول اعمل سكوب بمكان ما واجي اقول نحن يلا بنقضي على مرحله بالقضاء على مجموعه صغيره او على على شخص مش محرقه مثلا والبقايا بيطلعوا برا، هيدا ما بيمرق بعد على اللبنانيين ولا بيمرق على حدا. فبالتالي اليوم برجع لموضوع، اختم بالموضوع الحاكمية وما بدي فوت بالاسماء البديله. انا ما بدي اخدم موضوع اختم موضوع الحاكمية. شو بده يصير باخر حزيران؟ جيد، هلا باخر حزيران رئيس بيري كان واضح انه النائب الاول ما رح يستلم منصب الحاكمية، ما رح يستقيل، ولكن والثاني ما بحق له. يمكن كمان في اشياء دستوريه بالماده 27 وغيرها كمان، حتى استلامه للحاكميه يمكن ما بيقدر الثاني. فقط الحاكم الاول هو المخول وفقا للماده 25 انه هو يستلم الحاكميه. حتى الثاني في كثير اشياء دستوريه فيها. هلا من هون لوقتها اذا ما صار في رئيس جمهوريه وما صار في انتخاب رئيس جمهوريه وحكومه جديده، انا بشك انه يكون في عندنا قدره على انتخاب حاكم جديد للمصرف المركزي. بجزم لك يعني بشكل كتير كبير انه صعب جدا، الا اذا بده يصير في تسويق كبرى ومنا نشوف من هو الشخص اللي بده يجي، وقتها يحكى بالاسماء وتناقش الاسماء على الطاوله. هلا ما في طرح يعني، هلا بنسمع بالاعلام انه في حدا عم بسوق لاسماء معينه، الا انه انا سالت ومصادري بالاساس عند الثنائي الشيعي بعد بيقولوا هذا الموضوع بعد بعيد عن الحكي، عندنا اولويه رئاسه الجمهوريه، بعدين اذا صار واتفقنا انه هذه الحكومه تستطيع ان تجيب حاكم، واذا قلنا انه ممكن يجيب 16 اسم وزير لحتى يصوتوا على حاكم، نحكي بالاسماء وقتها ونشوف من يستحق انه يكون حاكم مصر في لبنان او لا. اما كل ما يحكى اليوم بصراحه هو بغير محله واساسا بعيد عن المنطق العملي والعلمي للمرحله اللي جاي. يعني عم بتقول لي انه حاكم مصر في لبنان سيتم يعني ايجاد مخرج قانوني لاستمراره بالحاكمية؟ انا ما بعرف اذا حيتم ولا ما حيتم، هذا موضوع عند القوى السياسيه. مين بده يستلم؟ بيبقى فاضي مين بده يستلم الاساس النقدي؟ نحن محكومين، ما نحن لك على جهتين حتى اكون كمان شفاف مع حضرتك وحتى اعطيكي كمان اراء معظم الاقتصاديين بعيدا عن الاعلام والسياسيين. بالحالتين نحن قدام مأزق صعب. اذا نحن اليوم ما انتخبنا يعني ما جبنا حاكم جديد، نعم، وما قدرنا نجيبه بالواقع الحالي بشوفه صعب يجي، وما صار في رئيس جمهورية، نحن رح نعمل فراغ. والفراغ يعني أنت عندك دولار فوق المليون ليرة، عندك كوارث بإدارة البلد نقديا وماليا، هيدا واحد. اثنين، نحن إذا رحنا كمان جبنا حاكم يعني كيف ما كان وما كان عنده قدرة أنه يدير اللعبة صح، لأنه اليوم اللعبة النقدية والمالية بالبلد بدها حدا متمرس فيها على مدة سنوات قادر يدور الزوايا. كمان بلاحظة هيدي الفراغ اللي ممكن تصير بين انه يجي حاكم جديد حتى يفهم اللعبة كيف عم بتصير، حتى يعرف كيف يدير البلد، كمان بكون صار الدولار مليون ومليون ونص. بكل بساطة ما عم هور على الناس، بس بيكفي قلك الدولار كان بثلاث ليرات بالستة وثمانين وصل لثلاثة آلاف ليرة، طلع ألف نقطة. نحن اليوم بعدنا ما طلعنا مية نقطة، إذا بنطلع ألف نقطة بصير الدولار مليون.